مرة أخرى ونلتقي في إطار تنوع الأنشطة الثقافية بمعرض الكتاب المستعمل. معرض الكتاب المستعمل الذي يستقبل كل الأجناس التعبيرية والفنية المكتوبة وغير المكتوبة، ويسعده في هذا السياق وفي إطار هذا التنوع أن يستقبل واحدا من مبدعي الكلمة بطريقة أخرى، بطريقة الريشة، واحدا من المبدعين الذين نعتز أولا بصداقتهم، وهو أحد الفنانين التشكيليين الذين شرفوا المغرب كثيرا داخل المغرب وخارج المغرب، ويعرفه كثير من المبدعين التشكيليين ونقاد التشكيل في العالم العربي وغير العالم العربي. ولا أحتاج إلى أن أذكر سيرته الفنية والثقافية لأنها مليئة بالمعطيات ومليئة بالعمل. وفي الحقيقة مثلي ومثل غيري لا تهمنا هذه السيرة، لأن ما يهمنا هو ما نشاهده من أعمال الفنان، من أخلاقه العالية في تجاوبه مع عدد من الجمعيات، بحيث هو ربما من الفنانين القلائل في المغرب، إلا أقول الوحيد، الذي يشتغل مع جمعيات وطنية وجمعيات ثقافية ومختبرات في إنشاء ثقافة جديدة للملصق وثقافة جديدة للتشكيل، بحيث أنه دائما يفاجئنا بإبداعاته، حتى أن في كثير من اللقاءات التي نقيمها خارج الدار البيضاء أول ما يطلبنا هو أن يكون الملصق من إنتاج أستاذ شعيب خلدون. لذلك أشكره على حضوره، على كل ما يقوم به في تنشيطه وفي إدخال. أنا حقيقة اشتغلت في الميدان الثقافي سنوات كثيرة، لم يكن في ذهني هذا الجانب التشكيلي حاضرا، ولكن حينما تعرفنا على الأستاذ شعيب خلدون هذه منذ سنوات بدأ تشكيل جزء من تجربتنا الثقافية، شيء أساسي نتمم به عملنا في هذا الميدان. طبعا كان بودنا أن يحضر معنا الكثير ممن أرسلوا أوراقهم من داخل المغرب ومن خارجه، ممن أرسلوا كلمات وهي كثيرة، وقد هيئنا كتابا حول كل ما كتب عنه من طرف العديد من الكبار النقاد في مجال التشكيل. كان بودنا أن يحضروا، لكن ظروفهم داخل وخارج المغرب كما قلت لا تسمح. يحضر معنا اسم من هذه الأسماء، وهو الأستاذ يونس الخراشي، وهو صحفي وأديب ستتعرفون عليه قريبا، إن لم تكونوا قد تعرفتم عليه من خلال متابعته الإعلامية بجريدة أخبار اليوم، خصوصا فيما يتعلق بالرياضة، لأنه تحول من صحفي رياضي إلى رحالة وكاتب له أسلوب، وهذه ميزة. ربما هذا المعرض قدمنا في يوم سابق يمكن أن تكون لدينا أول امرأة مغربية تكتب الرحلة، وأقول لكم أنه في واقع الأمر فيها أسماء جيدة، فقال له أتيني به، فجاءه بهذا الرجل، ثم شاهدنا بعد ذلك الجريدة الأولى في صورة جيدة وفي صورة أفضل. وكنت أعرف مشاهد خلدون قبل ذلك في ماروكسوا، وحين التقينا بعدها أيضا في سنة 2012 فيما أعتقد في المساء الرياضي، فكنت في كل مناسبة أكتشف وجها جديدا، وجها منفتحا، وجها متقدما، وجها يبحث عن التطور في الفن التشكيلي. بوشعيب خلدون فاجأني، دائما كان يفاجئني بتشكيلاته على الصعب الوطنية. وفي واقع الأمر هذا الرجل أو هذا الشاب
هو كتاب فني مفتوح يستحق أن يدرس، ومن سيعتني بدراسته أظن سيكتشف تطور الشكل داخل الصحف المغربية خلال مرحلة معينة على الأقل في 20 سنة الأخيرة، لأن هذه الصحافة خصوصا منها المستقلة تطورت بشكل ملحوظ على كل في جانبها الفني في الإخراج الفني، وكان لهذا الرجل قسط كبير جدا إلى جانب تلة من زملائه، ونقص بالذكر هنا الأستاذ طارق جبريل. بشعيب خلدون عرفته أيضا فنانا تشكيليا متميزا، وقد درسه العديد من النقاد ضمنهم مغاربة وضمنهم أيضا أجانب، ونخص بالذكر بعد الأساتذة المصريين الذين اعتنوا بتشكيله وقدموه سواء في الصحف أو المجلات أو حتى الآن في بعض المواقع الإلكترونية. وعلى ذكر المواقع الإلكترونية، فما يروقني في بشعيب خلدون هو أنه يطور نفسه، وهذا شيء جميل جدا، لأن العالم يتطور الآن بسرعة كبيرة، ولاحظتم أنه الآن قرارات كبرى داخل العالم تؤخذ بسرعة. مثلا الرئيس الأمريكي الآن ترامب تجده يقرر في تويتر، بشعيب خلدون لم ينكفئ على نفسه، لم ينزوي، لم يقنع بغرفته التي يشتغل فيها الفن التشكيلي أو بغرفة الإخراج التقني داخل الصحف، بل طور نفسه واشتغل حتى في الإلكتروني. الآن هو لديه موقع إلكتروني يقدم فيه في كل مرة مقالات فنية، مقالات تهتم بالمنجز الثقافي المغربي، وهذا يحسب لهذا الرجل. أظن كما قال وكي أختم كما قال أستاذنا حليفي، فخلدون يحتاج بحق إلى دراسة، وهو لا يحتاج إلى اعتراف رسمي، فيكفيه أنه امتدح خارج المغرب، وهذا شرف له ولوطنه، امتدح في مناسبات عديدة، وطلب أخيرا أيضا للاشتغال مثلا في دولة قطر، وهذا شيء مشرف جدا. وتحياتي لك أخي خلدون وأشكرك على الدعوة. شكرا أخي يونس على هذه الكلمات حول تجربة المهنية للأخ خلدون. حقيقة أنا من قلت في البداية بأن تجربة خلدون هي تجربة فريدة في التجربة المغربية، لأن نعرف فنانين تشكيليين ولكن لا علاقة لهم بالجوانب المهنية، ممكن تجارية يشتغلون تجاريا، خلدون يشتغل مهنيا فيما هو إبداعي باسمه أولا قبل أن يشتغل تجاريا، ومن خلال التجربة معه ربما من الفنانين القرائين الذي لا يبحث عن المال ولا ينفو إلى المال، لأنه لو أراد المال لبقي في الخليج واشتغل في الخليج، بل لو كان يسعى وراء المال لاشتغل لبقي في جريدة من الجرائد، فهو مزاجي. هذه من الأشياء التي ألومه دائما عليها، وهو أنه مزاجي، وهو والزمن الذي تعيشه لا يتطلب أن تكون مزاجيا أكثر، لأنه على حساب أشياء كثيرة تضيع في هذه الحياة، ولكن الفن باعتباره فنان وأنا أقدر في هذا الجانب الذي يشتغل فيه. هذا الجانب المهني فيه مسار طويل جدا اشتغل عليه بشعيب خلدون، ولكن الجانب الآخر الذي نتحدث عنه أيضا اليوم هو
جانب فني جمالي الذي بوأه هذه المكانة، بدليل أن اللوحة التي فازت عالميا لوحة محمد فازت السنة قبل الماضية 2016 في لندن، وهي لوحة من اللوحات التي تبارت مع آلاف اللوحات العالمية وفازت في الجائزة الأولى. هي النقطة التي يمكن أن ننطلق منها إلى لوحاته الأخرى، وهي كثيرة جدا، لوحات كثيرة تتضمن خصوصية هذا الفنان التشكيلي الذي يستطيع في أي لحظة، كما أقول دائما، يستطيع في أي لحظة أن يدهشك بلوحاته بألوانها وبدلالتها. ففي لوحاته تجدون دائما، وهذا ليس بشهادتي أنا فقط ولكن بشهادة الكثير من نقاد الفن المتخصصين عربيا، الذين أكدوا في شهادتهم التي لا تقبل المجاملة أو الصداقة أو غير ذلك، لأن هناك نقاد لا يعرفهم ولا يعرفونه وكتبوا عن لوحاته يؤكدون على قدرته على الإدهاش من خلال الألوان التي يقدمها ومن خلال المعاني المتحولة مع السياقات، فهو ليس خارج سياقه. حتى وإن بدا نص اللوحة تشكيليا فهو من عمق هذه التجربة الحضارية الإسلامية الثقافية المغربية العربية الإنسانية التي يستطيع من خلالها أن يلاعب الألوان، ولعل ألوانه المفضلة كما ترون دائما وهو اللون الأصفر ولديه تبرير لذلك، واللون الأحمر أيضا ولديه تبرير لذلك، فهو ينتج هذه الألوان ليس كألوان التي نعرفها نحن ولكن كألوان جديدة يعطيها دلالة جديدة. لذلك نحن كما قلت نعتز ونفتخر بأن نجالسه وأن نقدمه في هذا اللقاء الذي لا يذكرنا في الحقيقة به، ولكن يذكرنا بأن هذه التجربة يجب أن ننتبه إليها باستمرار، تجربة فنية لا بد أن ننتبه إليها لأنها في قمة عطائها وما زالت قادرة على العطاء وعلى تطوير عطاءتها، رغم ما يمكن أن نقول بأنه فنان لم يجد حتى الآن أتولي ورشة خاصة به، فهو يشتغل في ظروف البيت كما هو حال الفنانين عامة، ماشي مترف كيف عدد من الفنانين الآخرين اللي عندهم بيوتات ورشات وشنو كنسميو هذاك الشخص اللي المناجر ديالك، مدير الأعمال، ما عندوش شي مدير أعمال ديالو، ولكن هذا فنان عصامي، هذا هو الحقيقة ديال، وأنا أحب في هذه الأشياء، هذه البساطة وهذا الحفر بيديه وريشته لكي يثبت ذاته ولن يتملق أحدا، كان بإمكانه أن يتملق جهة من الجهات فتقدم لهما ما يريده من الله. مسألة أخيرة قبل أن أتلو بعض الفقرات من بعض النصوص التي توصلنا بها، وهو أنه في أعماله، وهذه ميزة توجد عنده بشكل لافت، وهي الوطنية. شايب خلدون وطني في أعماله، وطني حتى النخاع، يحب بلده بشكل كبير في نصوصه ويدافع عنها داخل المغرب وخارج المغرب، وهذه مسألة مهمة ولا يتاجر بها، يعتبر أنها مسألة في عروقه لأنه ابن الشاوية وابن البادية المغربية وابن دار البيضاء وابن المغرب، يعتبرها جزء من رسالته التي يقدمها، لا يظهرها بشكل تقريري وفج ولكن بشكل فني ويدافع عنها باستمرار. من النصوص التي توصلنا بها وهي دراسات وشهادات بقلم الدكتور تحرير علي، وهو ناقد أكاديمي وفنان تشكيلي من العراق وأستاذ بجامعة البصرة كلية الفنون الجميلة، له دراسة بعنوان المنظومة التشكيلية في السطح الجمالي للفنان شعيب خلدون نموذجا، مما يقوله بأن أستاذ خلدون يعمد في منجزه الجمالي إلى كتابة الجمال
أو المشهد الجمالي وفق لغة مرئية قوامها الخط والشكل واللون، وأيضا على الظل وعلى ظل ونور وفضاء وبنية مضمونية دالة، أي أنه لا يكتب كما حال بعض الفنانين التشكيليين نصوصا أو لوحات بدون دلالة، هكذا تبهرك دون أن تترك أثرا أو معنى في نفسك، بل هو يكتب أو يرسم ببنية دالة. المنظومة التشكيلية لديه على سطحه الجمالي تعمل كحاضنة لشخوصه ومفرداته الجمالية وحروفه المرتفعة على ذلك السطح، والتي تتفاعل دوما في إطار الحدث الموصوف بتلك اللغة. وهو من الفنانين الذين مرت تجربتهم الفنية بمحطات والكثير من المراحل الأسلوبية إلى آخره. هذا جزء كثير، أنا لا أريد أن هذا سينشر في كتاب نحن نهيئ له في الدور المقبل للقلم المغربي لكي يكون حاضرا بيننا. أيضا الأستاذ محمد خصيف وهو أستاذنا أيضا متخصص يتحدث عن كوزمولوجيا الفراغ وعن تجربة لوحة محمد وكيف يحللها، فهو يتحدث عن حضور الخط العربي كتيمة مقروءة في لوحة محمد مرجعية دينية إسلامية لإثبات هويته ما فتئ الفنان يؤسس لها ليؤصل لعمله. ثانيا حضور الخط العربي كعنصر تشكيلي يؤثث للوحة إلى جانب عناصر أخرى كاللون والشكل في محاولة لملء الفضاء الذي ينفلت من قبضة الفنان بفراغه، تراه شاسع في أغلب اللوحات غير مملوء. لا شك أن عملية التعاطي مع الفضاء هذه مقصودة، وربما هناك نوع من التحدي يستشرفه في هذا العمل. أيضا هناك ألوان وطنية تحيل على العلم المغربي اتخذت كخلفية تتدرج أحيانا لتملأ اللوحة. يحاول خلدون كأمثاله من الفنان المغاربة فرض عمله بتوجهاته وأفكاره الأصيلة ونهجه الشخصي الذي لا يشبه نهج آخر، بل هو يخلق هويته وبصمته في عمله الذي نعتز به. هناك ورقة أخرى للناقد التشكيلي محمد ناجي من العراق، وهو رئيس اتحاد المراكز العالمية للفنون التشكيلية، وعنوان ورقته بيبون شعيب: فنان عربي ولد في دولة المغرب، نمى وترعرع على عشق القلم واللون، كان له ظهير وسند من قبل الأهل وتشجيع الأصدقاء، وانطلق بمسيرته الفنية بالمشاركة في المعارض الفنية منذ مرحلة الدراسة الأولية، وانخرط بالمؤسسات الإعلامية والفنية، واستمر في مسيرته إلى أن حاز على عدد كبير من الجوائز، ولعل أبرزها الترشيح بميدالية ذهبية ودرع كأحسن فنان عربي عالميا في الملتقى الدولي للفن بلندن، وحائز على جائزة إبداع الدولية بمهرجان شرم الشيخ الفني الدولي للفنون التشكيلية 2012، وتسلم العديد من المناصب بجدارة واستحقاق إلى آخره. امتاز أيضا شعيب خردون بلوحاته من خلال إدخال اللغة ومن خلال الحروفيات وبالأخص الإسلامية، ومن اللوحات التي تميزت من أعماله هما يركزون على لوحة محمد التي اشتهرت بدرجة كبيرة. ويتحدث أيضا على التجسيد الروحي والحسي الملموس وكل هذه المصطلحات المرتبطة بالإبداع التي ترمي إلى معاني واقعية وفنية. ورقة أخرى للأستاذ دكتور فتحي محمود، وهو من مجلة تحرير أو رئيس تحرير مجلة مبدعون، يتحدث عن أعمال تشكيلية في قراءة لأستاذ خلدون، ويقول بأنه استطاع أن يجعل للوحاته مذهبا كتابيا على الوجوه الجمالية الشكلانية، ويتضمن المذهب كتابة الحرف العربي المتعارف عليه شكلا وموضوعا. ثم يقول بأن الفنان التشكيلي شعيب خلدون يقدم التجربة بجسارة وجراءة ووسامات في الطرح، لأن أعماله لها أبعاد بصرية قوية، ويحسب له أيضا استطاعته باستخدام الزخرفة في لوحاته بشكل محوري. هذه
كما قلت لكم جزء من الدراسات والقراءات لعدد من النقاد من العالم العربي الذين استطاعوا أن يلموا بهذه التجربة من جوانب متعددة. أعطي الكلمة ليقدم شهادة للفنان التشكيلي ليقول هذه المرة كلمته كتابة وليس تشكيلا، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم. شكرا لحضور أن يجعل للوحاته مذهبا كتابيا على الوجوه الجمالية الشكلانية، ويتضمن المذهب كتابة الحرف العربي المتعارف عليه شكلا وموضوعا. ثم يقول بأن الفنان التشكيلي شعيب خلدون يقدم التجربة بجسارة وجراءة ووسامات في الطرح، لأن أعماله لها أبعاد بصرية قوية، ويحسب له أيضا استطاعته باستخدام الزخرفة في لوحاته بشكل محوري. هذه كما قلت لكم جزء من الدراسات والقراءات لعدد من النقاد من العالم العربي الذين استطاعوا أن يلموا بهذه التجربة من جوانب متعددة. أعطي الكلمة ليقدم شهادة للفنان التشكيلي ليقول هذه المرة كلمته كتابة وليس تشكيلا.